إلى ذلك ناقش لقاء ضم وزير الداخلية ووزيرة حقوق الإنسان عليا فيصل أوضاع السجون ونزلاء السجن المركزي بالعاصمة، وتطرق إلى الأحداث الأخيرة بالسجن وأهمية اطلاع الأجهزة الأمنية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في معالجة هذه الإشكاليات، واستعرض الجوانب المتعلقة بدور النيابة والمحاكم للبت في القضايا العالقة للنزلاء وبما يسهم في تخفيف الضغط على السجون.